وفي وقفة تحليلية ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد ناجي ملاعب. أهلا بك سيد ناجي. إذن تل أبيب مضطرة للعودة للقتال بعد انتهاء الهدنة، هذا ما ورد عن الجيش وقيادات الجيش الإسرائيلي. هل بوسعنا اليوم أن نقول إن إسرائيل اقتربت من نقل حربها إلى جنوب قطاع غزة؟ نعم، صحيح أن الإعلان يستفيد منه تستفيد منه الحكومة الإسرائيلية بضغطها على المفاوضين الذين ارتقى اجتماعهم إلى مستوى عالي جدا بحضور وبحضور وإشراف أمريكي وحضور مصري وقطري، وكذلك بعض القادة الفلسطينيين. يعني في الدوحة جمعت الدوحة كل هذا الجمع الصحيح الاستعلامي والاستخباري، يعني من المخابرات، رجال كبار من المخابرات. ولكن ممكن أن تكون الحكومة الإسرائيلية بهذه الإعلانات أن تكون ضاغطة على المجتمعين حتى تحصل على أهدافها عبر هذه الاجتماعات، ولكن كل هذا الإعلان هو صحيح. اليوم إسرائيل بحاجة إلى تنظيف منطقة الشمال، لم تستقر بعد في منطقة الشمال. لا نستطيع القول أن احتلت الشمال، ما زال القتال هناك، وما زالت الصواريخ تنهمر من الشمال. يعني عمليات السيطرة الأمنية على الشمال ما زالت حتى اللحظة يعني لم تحسم من قبل الجيش الإسرائيلي، أليس كذلك؟ وهل إن استأنفت إسرائيل كما تريد وتصمم عملياتها العسكرية، هل عمليات الجنوب ستكون متشابهة لما جرى وقامت به في الشمال، أم أن إدارة المعركة ستكون مختلفة؟ يعني لحد اليوم حققت إسرائيل لحد اليوم تدمير البنى التحتية، وألزمت السكان في الشمال إلى الهجرة نحو الجنوب، بالتالي تستطيع تنظيف منطقة الشمال بشكل أفضل من يعني من دون ضحايا كما كان يحصل في السابق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك نية إسرائيلية بالسيطرة على كامل الشاطئ، يعني أن يكون الشاطئ كله بيدها، كما وكذلك يعني كما كان منتظرا أن تدخل من الشرق. صحيح أنها عندما دخلت عسكريا كاستراتيجية من شرقي غزة ووضعت رأس جسر في 4 نقاط ودخلت منها، ولكن الجهد كان بشكل كثيف من الغرب وليس من الشرق. لذلك كذلك عليها أن تنظف منطقة الشرقية وتقدم ما تستطيع من الشرق ومن الشمال قبل الدخول إلى الجنوب. في الجنوب نعم هناك أهداف هامة جدا لديها، إذا ما كانت استطاعت عبر الاستعلام وطائرات الاستطلاع والمخبرين والمفرج عنهم أن تعرف بعض مداخل الأنفاق حتى تتعامل مع الأنفاق، والأنفاق هي ما يعني تحضر المقاومة الفلسطينية كل جهدها وقتالها في هذه الأنفاق. هناك الأسلحة، هناك صواريخ، هناك الجهوزية القتالية، المدنيون في الخارج، ولكن المقاتلين هم في الأنفاق. لذلك إسرائيل أكيد أنها وضعت خططا تختلف عما وضعته في الشمال. في الشمال كان هناك حركة ونار، اليوم هناك تعامل مع الأنفاق ومع يعني بشكل أن تتلافى ما يضايقها عالميا بأنها قتلت مدنيين بهذه الكثافة. لذلك أعتقد أن الخطط الجديدة، نعم إسرائيل ستتابع عملياتها وفق البيانات، هذا ليس بيانات فقط، ولكن وفق خطط جديدة استراتيجية جديدة. لا نعرف ماذا امتلكت حتى اليوم من أثناء هذه الهدنة، وحتى الفلسطينيون جهزوا كذلك لمتابعة العمليات العسكرية، ولن تكون نزهة. هناك كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن هناك شهر وشهرين وشهور، يعني مرحلة ليست سهلة في تحقيق الأهداف التي رفعوا سقفها منذ بداية من اليوم الثاني لعملية 7 أكتوبر.
طيب يعني بتقديراتك العسكرية أنت أشرت أنه احتمالات استئناف العمليات القتالية في غزة بعد الهدنة هي يعني أكيدة. طيب ماذا عن الجانب الآخر على الأرض في الميدان في إدارة هذه الحرب يعني غير المتكافئة؟ نعم صحيح أنها حرب غير متكافئة، ولكن إذا عزلنا الطيران القتال القريب على مسافات قريبة جدا يستطيع الفلسطينيون طالما أنهم يصنعون أسلحتهم وطالما أن يعني وجودهم بالأنفاق تحت الأرض يستطيعون الخروج من أي مكان، حتى في الشمال الذي تقول إسرائيل أنها يعني منتشرة في الشمال ولكن كما قلت لك ليست مسيطرة، حتى في الشمال هناك فتحات ومخارج للأنفاق ممكن أن يقاتلوا من خلالها، هذا ما يجهزون له. ولكن هناك أسلحة بعد لم تستخدم من قبل الفلسطينيين، هناك طائرة مسيرة الزواري وهي طائرة انتحارية ممكن أن تستخدم بشكل كثيف أكثر، ممكن أن يكون يعني صحيح أن 49 يوم الصواريخ كانت تنهمر على الداخل الإسرائيلي، أعتقد أن مسألة الصواريخ خفت إلى الداخل الإسرائيلي، ولكن مسألة القذائف التي تتعامل مع الآليات ممكن أن تكون ما زالت بنفس القوة، وهذا يربك كثيرا الآليات ويستفيد الفلسطينيون من الروح المعنوية. عندما يخرج 2000 عنصر إسرائيلي مع ضباطهم من العملية وينهزمون ودون قتال هذا عسكري نقيم له اعتبار كثير، لأن يعني يهيمن على يضعف الروح المعنوية للمقاتلين المقاتلين الاحتلال، ولكن الفلسطينيون ليس أمامهم سوى الصمود والقتال من مسافة صفرية. طيب سيد ناجي، قرار وقف إطلاق نار دائم في غزة هل هي مشكلة سياسية إسرائيلية أمريكية غربية أم هي مشكلة عسكرية عملياتية؟ الوضع الحالي يعني إذا ما أوقفت إسرائيل النار في الوضع الحالي عسكريا هي المستفيدة، لأنها قدمت منطقة تحتاجها أن تكون منطقة عازلة زون مورت، يعني في هذه المنطقة شمالي البلاد شمالي غزة، وكذلك وجودها هناك تستطيع القول أن نحن لن نخرج خوفا من الفراغ الأمني، وحتى تتفقوا نحن باقون هنا حتى تتفقوا على الجهة التي نرتاح إليها أمنيا، وحتى يتفقوا أعتقد أن هناك مسافات طويلة للاتفاق على هذا الموضوع، لذلك تكون احتلت الشمال نظفت الشمال عسكريا وسيطرت على معظم الشاطئ، وكذلك من الشرق موجودة بشكل كثيف، لذلك إذا ما أبقت هذا الوضع وليكن هناك خيم فلتهتم الدول والأمم المتحدة بهؤلاء الذين يعني قذفناهم باتجاه الجنوب وتنشئ لهم الخيم، لذلك إسرائيل تكون مرتاحة أكثر إذا ما لم تتابع القتال، ولكن إذا تابعت القتال هي محشورة أمام الدعم الأمريكي. هل الدعم الأمريكي الجسر الجوي الذي أقيم سابقا ما زال موجودا؟ هل الشعب والضغط الشعبي في الولايات المتحدة وغيرها من الدعم هل ممكن أن يبقى مثل هو؟ أعتقد أنه وقف النار هو لصالح الجميع عسكريا، لا أتكلم سياسيا. شكرا جزيلا لك سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت، شكراً.